اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم وأختي الكريمة، اليوم أود أن أتحدث عن موضوع في غاية الأهمية في اعتقادي، والله أعلى وأعلم بأننا بحاجة ملحة لهذا الموضوع. في زمن التواصل، في زمن الانفتاح الإعلامي، في الزمن اللي ممكن الإنسان يدير اللي يبغى، ممكن الإنسان يعني يصنع ما يشاء وما يحلو له، في زمن اللي ولا العالم كله عبارة عن قرية صغيرة وما بقتش الحدود وما بقتش الحواجز، فاختلطت الأعراف، اختلطت التقاليد، وهو زمن الفتن في الحقيقة. شي واحد جاء عند أحد الصالحين وقال له: يا سيدي، واش حنا في ذاك الزمان اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر؟ فابتسم هذا العارف بالله ابتسامة عارضة وقال له: يا ولدي، ذاك زمان قد ولى، مش هذاك الزمان، نحن في زمن آخر، احنا لسنا في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال له: ونحن في أين زمن الآن؟ قال له: نحن يا ولدي في الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي على الناس زمان يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. بمعنى زمن التقلبات، تغيرات والتحولات، زمن يعني ينعدم فيه الثبات. علاش؟ لأن الفتن التي تعرض بشكل مسترسل ومتتابع، فتن تطرى يعني تتواجه الإنسان صباح مساء، بل في كل وقت وحين. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القائم فيها خير من الساعي، ياك، والقاعد خير من القائم. غادي تكون فتن، وقد ما قدر الإنسان أن يأخذ الحيطة والحذر من هذه الفتن فليفعل. فهذا الانفتاح اللي حاصل الآن، مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث فيها وما ينشر فيها، ولو الأفراد ينشرون ما يشاءون، يعني لما كانش عند الإنسان واحد الرقابة ذاتية وما كانش عنده يعني واحد الحس ديال أن الله تعالى وازع ديني، وازع إيماني فطري، أن الله تعالى راه كيشوف فيا وربي راه غادي يحاسبني، فممكن الإنسان يدير اللي بغى، ممكن الإنسان يدير اللي بغى. وللأسف هذا هو اللي كنشاهده اليوم، يعني اللي بغى يقول شي حاجة راه كيقولها، اللي بغى يدير شي حاجة راه كيديرها. والطامة الكبرى، وهذا هو الأمر الذي يحز في النفس، أنه هذه الأشياء، هذه الأمور المنافية للحياء، وهذه الأمور المخلة بالحياء، للأسف كتلاقي واحد الإقبال والناس تشاهد وتتابع للأسف. فإذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو خلق إسلامي رفيع جدا، بل هو خلق الإسلام، ممكنش يكون إنسان مسلم وما فيهش هذا الخلق. هذه العملة ديال المسلم، هذا هو الخلق ديال أي مسلم، وهو الحياء. الحياء، الحياء، شنو معنية الحياء بداية؟ الحياء كيقولوا سادتنا العلماء هو واحد الانقباض، يعني يقع في نفسية الإنسان ملي كيبغي يدير شي حاجة غير لائقة، فكيوقع له نوع من الانقباض ملي كيسمع شي حاجة غير لائقة أو كيشوف شي مشهد غير لائق، فيقع له نوع من الانقباض ونوع من الحرج. والحياء مشتق من الحياة، كأن المعنى أنه من لا حياء فيه لا حياة له، اللي ما عنده حياء راه ما عنده حياة، ما عنده حياة، بمعنى أنه في الدنيا راه ميت، ميت القلب، وفي الآخرة نسأل الله السلام والعافية. ولذلك بعض الحكماء كانوا يقولون: حياة الوجه بحيائه، حياة الوجه بحيائه. فذاك الإنسان اللي كيكون فيه الحياء كيكون عليه واحد الرونق وواحد البهاء على وجهه،
ولذلك ملي كتشوف شي صبي ولا صبية صغيرة في موقف من المواقف يعني ديال الاستحياء وكتشوف الوجنتين ديال هذاك الصبي ولا ديال هذيك الصبية يعني اعتراها ذلك اللون الأحمر الذي يدل على الحياء، كتشوف واحد الجمال كينزل سبحان الله العظيم على ذاك الوجه ياك. فالحياء حياة للإنسان، هو واحد الصفة، هو واحد الخلق. هذا الخلق ملاه يحجزه أو يمنعه هذا الخلق من أنه يدير الأمور القبيحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وكان ممكن يذكر أي حاجة واحدة أخرى، كان ممكن يذكر الكرم، البذل، العطاء، الإيثار، الجود، السخاء، الشجاعة، الحلم، القوة، الرضا، القناعة، كان ممكن يذكر أي خلق من الأخلاق، لكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء. قال والحياء شعبة من الإيمان. في الحديث الآخر إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فكيف قلنا ممكنش أنا مسلم وما فيش الحياء؟ الحياء هو شعار المسلم، خلق المسلم هو الحياء. ملي كيقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله، في الحديث الآخر الحياء لا يأتي إلا بخير، في الحديث الآخر الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. خطير، حديث خطير جدا. الإيمان والحياء ملاصقين، راه زوج جران ما يمكنش يتفارقوا. إلا واحد فيهم ما كيش ما تيكونش الآخر. إلا ما كينش الحياء بمعنى ما كينش الإيمان، إلا ما كينش الإيمان بمعنى ما كينش الحياء. فإذا اللي ما فيهش الحياء هذا يدل يقينا على أنه ما عندوش الإيمان، ممكنش يكون مؤمن أو مؤمنة وما فيهش صفة الحياء. في حديث الآخر ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فالحياء زينة وجمال، الحياء يعني خلق إسلامي رفيع، الحياء شي حاجة كبيرة جدا وما أحوجنا إليه. فاصل يا كرام ثم نلتقي بعده مباشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا معاشر محبي القرآن الكريم في هذه الرحلة الإيمانية المباركة وهذا السفر الروحي المبارك في هذا اليوم المبارك السعيد. إن في الجمعة ساعة نتحدث عن الحياء، قلنا بأنه واحد الإنقباض كي يوقع في النفس، هو خلق إسلامي رفيع، هو صفة تميز المسلم، خلق الإسلام الحياء. هو والإيمان قرينان لا يفترقان، فإلى ما كانش الحياء ما يكونش الإيمان، وإلى ما كانش الإيمان ما يكونش الحياء. الحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. الإنسان إذا كان فيه الحياء يعني راه عنده الخير كله. ولذلك جاء في بعض الآثار الإلهية أن الله تعالى يقول ابن آدم إنك ما استحييت مني، ابن آدم إنك ما استحييت مني، أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك. بمعنى أن الله تعالى هنا يعني كيذكر الفضل دياله سبحانه وتعالى على عباده، على هذا المخلوق، أنه يستر عيوبه، أنه يمحو ذنوبه. فالمطلوب من الإنسان أن يستحي من الله، ملي كيعرف يعني إفضال الله عليه وإنعام الله عليه ومنن الله عليه. الإنسان اللي قلبه حي وعنده شوية ديال الإيمان فيستحي، يستحي من الله، كيشوف فضل الله وكرم الله وجود الله وإنعام الله عليه. فما يمكنش أن واحد الإنسان فيه الحياء يعصي الله تعالى بالنعم دياله. العين أخي الكريم أختي الكريمة واحد النعمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، نعمة. تخيل أن الإنسان يعصي الله تعالى بالنعمة دياله. الأذن نعمة عظيمة، نعمة السمع نعمة من أجل النعم، من أجل النعم وأعظم النعم، أن ربي يعطيك نعمة السمع. ممكن الإنسان ما يكونش عنده البصر، ولكن إذا كان عنده السمع أخي الكريم أختي الكريمة راه ممكن يتعلم، ممكن يحفظ، ممكن يفهم، ممكن كل شيء، لأن السمع
واحد. ولذلك سيدي ربي في القرآن كله في أغلب الآيات عندما يذكر السمع والبصر يقدم السمع لأهميته ولأولويته. ولذلك تجد واحد العدد كبير من إخواننا المكفوفين كيفاش أن ربي يكرمهم بهذه الحاسة هذه كيعطيهم فيها واحد الطاقة وواحد القوة ما شاء الله. فتتلقاهم يعني سبحان الله. وأنا عندي أصدقاء بزاف مكفوفين لهم مني كل تحية والتقدير وأتشرف وأعتز بمعرفتهم وصحبتهم. فسبحان الله كيفاش نبرات الصوت يعني عندهم واحد تدقيق يعرف البصمة ديال الصوت. أنا ممكن يكون سمع صوتك هذه واحد 20 سنة 20 سنة وما كانش لقاء وتعود تلقى معاه يعقل عليك بالسمية. في حين تقدر تلقى واحد الإنسان اللي كيشوف وكيسمع ومع ذلك تلقى مع واحد الإنسان شحال دي ما شافوش وتيقول لي راه ما عرفش والله ما عقلت عليك. لاحظتي هاد نعمة السمع نعمة عظيمة. تخيل أن الإنسان يأخذ هاد النعمة هذه اللي ربي كرمه بها ويعصي الله تعالى بها. عتيرة الواحد إلى جلس يفكر شي شوية سيشعر بالحياء وسيشعر بالخجل. نعم 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 نعمة الصحة نعمة كبيرة، نعمة المال نعمة كبيرة، نعم كثيرة. الأصل في الإنسان العاقل اللبيب الذكي الإنسان اللي يعني كيفهم أنه من ربي كيعطيه واحد النعمة فيحرص على أن هذه النعمة هذه ما يعصيش بها الله تعالى، ما يبارزش الله تعالى بالمعصية بواحد الحاجة اللي ماشي دياله أصلا. فاحنا ما تنملكوش السمع أخي وما تنملكوش البصر وما كنملكوش الجوارح ديالنا، كل شيء ديال سيدي ربي. يكذب عليك شي واحد كل شيء ديال سيدي ربي، كل شيء ديال سيدي ربي. راه لولا أن الله تعالى يأذن في أننا نحرك يدينا ونحرك رجلينا ونشوف ونسمع الله لقدر شي واحد فينا يدير شي حاجة. ولكن راه سيدي ربي الكريم سبحانه جل في علاه. فتخيل أن الإنسان يستشعر ويكون عنده هذه الحالة دي الوعي والإدراك، يعيش حالة الحضور ففي كل موقف في كل لحظة يستشعر هذه القضية هذه دي لأنه الجوارح كلها راه ديال سيدي ربي ماشي ديالي أنا، وراها هدايا ونعم تكرم بها مولانا الكريم عليا. فمن العيب ومن العار أنني ناخذ واحد الحاجة اللي أعطاها لي الله تعالى فأستخدمها، اسمحوا لي على الكلمة غادي نستعمل، ضد الله تعالى. لأنني ملي كنمشي كنطيع الشيطان وكنعصي الله تعالى فكأنني أعاند الله جل في علاه. لأن ربي قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا اتخذت الشيطان صديقا ف كنكون عصيت الله تعالى. لاحظتي فالحياء، الحياء شي حاجة كبيرة، الحياء شي حاجة كبيرة. ولذلك أخي الكريم أختي الكريمة أحوج من يحتاج لهذه القضية هذه في الحقيقة ديال الحياء هو الإنسان الذي يتكلم في الدين ويعظ الآخرين، فيحتاج أكثر من غيره إلى الحياء. ياك لأنه كيكون ملزوم عليه أن يستحي، أن يستحي من الله تعالى من أن يقول ما لا يفعل، يستحي من الله تبارك وتعالى أن تكون أقواله يعني في جهة وأفعاله في جهة أخرى. وهذا راه كلنا باختلاف الأحوال وباختلاف الدرجات وباختلاف المنازل ديال كل واحد فينا والرتبة دياله في علاقته مع الله تبارك وتعالى. فالحياء واحد الخلق اللي ملازم لنا يعني دائما وأبدا في علاقتنا مع الله جل في علاه. وفي هذا المعنى أن سيدنا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عنده واحد القولة جميلة جدا وكيقول بخمسة ديال الصفات إذا كانت في الإنسان فهذه تدل على شقائه، تدل على أنه إنسان غير سعيد. خمسة ديال الأشياء خطيرة. الأولى القسوة في القلب، ملي يكون قلبه حجرة، قلبه قاسي صلب، قلبه ما تيتخشعش ما تيرطابش لا يلين لا يتعظ. ثم عندما يكون القلب قاسيا كتكون النتيجة الحتمية شنو هي؟ جمود العين، أن هذه العين كتجف يصيبها القحط والجفاف فلا يبكي، لا يبكي من خشية الله ولا يبكي من سماع الذكر ولا يبكي من سماع المواعظ، لا يتأثر بالقرآن. فجمود العين هذه الثانية. ثم ثالثة قلة الحياء، أن الإنسان ملي ما تيكونش عنده الحياء هذا دليل على أن هذا الإنسان نسأل الله السلام والعافية راه في طريق الشقاء، راه غادي في طريق الشقاء. ثم الرابعة الرغبة في الدنيا، أنه بغي الدنيا. وكيف كنقولوا إحنا يا يعني كرشو كبيرة وملهوف على الدنيا، الرغبة في الدنيا بالنسبة له الدنيا هي كل شيء، بالنسبة له الدنيا هي الرباح وهي رأس المال وهي كل شيء. لا يهم الدين، لا يهم المصير، لا تهم الآخرة، هادشي كله كلام بالنسبة لي. هو أهم حاجة هي
أن أفوز بالدنيا وأن أحصل الدنيا بأي طريقة كانت، ولو بالخداع ولو بالغش ولو بالكذب ولو بالاحتيال ولو بالنصب ولو بأكل أموال الناس ولو بظلم الناس، ما عنده غرض، المهم أن يصل إلى النتيجة وهي الحصول على الدنيا. يعني يؤمن بالمبدأ الميكيافيلي اللي كيقول الغاية تبرر الوسيلة، ياك، وهذا مبدأ ينافي الإسلام ويعارض القواعد الدين. احنا في الإسلام عندنا شي حاجة سميتها الغاية تبرر الوسيلة، خص الغاية، كيف أن الغاية كتكون مزيانة فالوسيلة يجب أن تكون صالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما يجيش الإنسان بغي يدير الخير ومشي يسرق باش يدير الخير، ما يمكنش، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والخامسة طول الأمل، الناس يقولوا إن شاء الله ومن بعد ومن بعد، ينتظر أنه غادي يعيش مع شحال من قرن، وينتظر أنه غيبقى دائما بصحة جيدة، وينتظر ويتوقع أن حياته دائما غتبقى مستقرة ومزيانة. فإذا هنا يا سيدنا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يعني كي يعظنا موعظة بليغة، أن خمسة دي العلامات رها من علامات الشقاء، الأولى القسوة في القلب، الثانية جمود العين، ثم قلة الحياة، ثم الرغبة في الدنيا، وأخيرا طول الأمل. فاصل ثم نواصل. الله الله اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا سادي كرام، نحن دائما عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج إن في الجمعة ساعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الكرام الذين التحقوا بنا توان عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. خي الكريم واختي الكريمة، كنتكلموا على الحياء وقلنا بأنه ما يمكنش يكون إنسان مؤمن وإنسان مسلم ولا يتصف بهذا الخلق، فالإيمان والحياء قارنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. ففي هذا المعنى أنه سادتنا العلماء والعارفين وأهل التربية والتزكية يركزون على هذا الخلق، هذا ديال الحياء في معاملتهم وفي تربيتهم للمريدين والتلاميذ ديالهم. فشفنا كيفاش أن الإمام الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه تيعطي بأن خمسة ديال الأشياء يعني لا كانت في الإنسان رها، نسأل الله السلام والعافية، من علامات الشقاء، هذاك الإنسان اللي قلبه قاسي، هذاك الإنسان الذي لا يبكي من خشية الله، عمرو بكى في حياته من خشية الله، عمرو ما تذكر الذنوب ديالو، عمرو ما استحيا من الله تعالى، فجمود في العين، هذاك الإنسان اللي ما فيهش الحياء، هذاك الإنسان اللي بغي غير الدنيا فقط وعنده واحد الأمل طويل، يعني عنده أمل كبير، مش الأمل بالمعنى الإيجابي، لا، ذاك طول الأمل بمعنى أنه مقصر في علاقته مع الله تعالى، بعيد على الله ولكن دائما عنده أمل تكون من بعد من بعد من بعد، وما بغيش يفكر في هذا الموضوع، يهرب من مواجهة نفسه، يهرب من مواجهة نفسه. فحتى ملي كتبغي تجي شي فكرة ولا ملي كيكون في شي مجمع مع الناس أو كيشوف واحد من صحابه مثلا اعتدل واستقام وقبل طريق الله تبارك وتعالى، وكان قبل كان في طريق الغواية والضلال، فكتلقاه تيحاول ملي كتجي ديك الأسئلة وكذا كيحاول أنه كيهرب وكيبغي يشغل نفسه بالعمل ويشغل نفسه باللهو باللعب من أجل أن لا يفكر في الموضوع. فكين أمل طول أمل، ومن بعد من بعد باقى بعيد، كيشوف بأن الموت مازال بعيدة، كيشوف بأن القيم بعيدة، ياك، وهكذا النفس سبحان الله العظيم كتخلي الإنسان يفكر، كتبين لي بأنه مازال وباقي الحال باقي الحال، كيموت شي واحد من الأقارب ولا من الناس المعارف فتجي في حال الصدمة، ثم سرعان ما يعود عوتاني مرة أخرى ذاك طول الأمل يستولي على القلب، نسأل الله السلام والعافية. واحد من كبار العارفين ومن كبار الأولياء والصالحين اللي مروا من هذه الدنيا سيدنا الإمام الجنيد العراقي رضي الله عنه وأرضاه البغدادي، هذا الرجل هذا يعني عنده واحد التعريف جميل للحياء، كيقول الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، رؤية الآلاء ورؤية التقصير. الآلاء هي النعم العظيمة اللي عطينا الله جل في علاه، أن الإنسان يشوف ويتأمل ويفكر في هذه النعم اللي عنده، وفي المقابل كيشوف بأنه مقصر لا يؤدي شكر تلك النعم. بالله علينا ياك جميعا، خلينا نتكلم بنون الجماعة، لأن في الحقيقة هذا الغالب على الإنسان إلا من أخذ الله بيده. يعني شكون فينا اللي مرة مرة يجلس وتبدأ يعدد نعم الله جل في علا عليه، وكيبدأ كل نعمة وتحمد الله تعالى عليها، ياك،
شكون فينا اللي كيفيق مع الصباح مثلا اخي الكريم واختي الكريمه وملي كيحط رجليه في الارض وكيمشي باش يتوضا كيحمد الله تعالى على هذيك الوقفه انه وقف على رجليه في هذاك النهار؟ هادشي للاسف شحال من واحد لا يتذكر هاد النعمه مثلا حتى كيولي طريح الفراش وما كيبقاش قادر يتحرك بالفراش ديالو، عاد كيقول راه كانت عندي واحد النعمه وما كنتش حاس بها انني كنت كنفيق على رجلي كنمشي نتوضا. حنا الان عشنا سنوات مع هاد الوباء وشفنا كيفاش اننا فقدنا مجموعه من الناس بسبب هاد الوباء اللي كانت يتسبب في مشاكل تنفسيه، ان الانسان ما كيقدرش مازال يدير عمليه التنفس. تخيل انه ياخذ الاكسجين ويطرح ثاني اكسيد الكربون، ياخذ شهيق ويدير زفير. تخيل اخي الكريم واختي الكريمه شكون فينا اللي ينتبه على مدار اليوم لهذه النعمه هذه انه يعني الحمد لله يتنفس بطريقه تلقائيه بلا مشاكل. ونتكلموا على السمع ونتكلموا على البصر ونتكلموا على نعم كثيره، وفي انفسكم الف افلا تبصرون، نعم كثيره احنا غارقين فيها وما حاسينش. واحد النعمه من النعم اللي احنا ما ردينش ليها البال وما حاسينش بها نعمه الماء. وسبحان الله شي مرات ملي كتجي شي ظروف بحال الظروف ديال هذه السنه مثلا ديال الجفاف وكذا الواحد ينتبه. تخيل ان هذه النعمه هذه ديال الماء، عدنا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء اللي هو العنصر الاساسي في الحياه، نعمه واي نعمه. انسان كيبدا يشوف شي مسائل كماليات وكيكون عنده شي طموحات وكذا، ولكن راه اول حاجه خصنا نبداو بها هي ان نلاحظ هذيك الاشياء اللي في نظرنا تبدو لا قيمه لها، تبدو بانها شي حاجه اللي مفروض انها تكون عندنا. استغفر الله العظيم، راه لسان الحال ديال بعض الناس كانه كيقول ايوا خصها تكون عندي هذه، راه الماء خصو يكون عندي، راه الماء ملي نحل الروبيني خصو يخرج الماء، راه الاكل خصني نخرج للسوق ونلقى الخضره ونلقى الفواكه ونمشي للسوبر مارشي ونلقى المواد الاستهلاكيه خصني نلقاها من حقي. وكنساو بان هذا الشيء راه عاصي ربي كيتفضل علينا يا ساده يا كرام، والله الذي لا اله الا هو ربي راه يتفضل علينا. والا الواحد الان راه غير يشوف بعينيه شنو واقع في بعض البلدان وشنو واقع في بعض المناطق في العالم، كيفاش ان الناس كانت كتعيش الخير وكانت كتعيش الرفاهيه وكانت كتعيش يعني كانت الناس كتعيش حياتها بحالنا حنايا عاديه وطبيعيه ومرتاحين وفرحانين وكذا، وما رديش البال وما حاسينش بانهم راه في نعم وما حاسينش بهذيك النعم حتى كتوقع ظروف. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تعالى أن يدخل بلادنا دائرة الألطاف وأن يؤمننا من كل ما نخاف. فملي كتمشي للمارشي وكتشوف عندك خضر وعندك فواكه وكتشوف بأن المحلات التجارية المواد الغذائية موجودة، هذا الإنسان يحمد الله تعالى، يحمد الله تعالى ويشكر نعم الله تعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الله تعالى في القرآن الكريم أخي أختي ملي كيتكلم لنا مثلا على واحد المثل كيعطينا مثال، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذا الشيء راه ينطبق على كل مناطق العالم اليوم. اليوم ولينا قرية صغيرة، أي منطقة في العالم الحمد لله يعني بحكم هذه الوسائل النقل المتوفرة وهذا الاتصال والتواصل اللي كاين بين القارات الخمس وبين الدول، فكتلقى عندك سلع تأتيك من كل مكان في العالم، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. للأسف 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 أنه عوض الناس ما يشكروا الله تعالى ويحمدوا الله تعالى ويقدروا نعم الله تعالى، ففي الغالب في الإنسان شنو هو؟ أنه كفور، كان الإنسان كفورا. فسيدي ربي قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وسطر على ديك الكلمة ديال بما كانوا يصنعون، بمعنى أنه هذيك النعم عوض ما يشكروا عليها الله تعالى استفدوا ويحمدوا الله تعالى فخذوها وعصوا بها الله تعالى، تقووا بها ماشي على طاعة الله بل على معصية الله، تمتعوا بها ونسوا الله تعالى، خذوا النعمة ونسوا المنعم. ياك فأخذهم الله بما كانوا يصنعون. وشوف ملي كيقول لك سيدي ربي يصنعون راه ماشي يعملون وماشي يفعلون، راه معناتها معنيت الصناعه معنيت ان واحد الحاجه اللي ولا الانسان كيديرها باحترافيه وكيديرها بقصد وتيديرها بعمد وتيديرها 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 يعني ويطورها ويتفنن فيها. لاحظتي بما كانوا يصنعون، ملي كيولي الاعراض عن الله صناعه يتفنن فيها الانسان، يعني كيولي عنده صور كثيره واشكال متنوعه. فإذا أن سيدنا الجنيد كيقول لك هذا هو الحياء، الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير،
أن الواحد يستحيي من الله تعالى لأنه كيشوف أنه مغرق بالنعم وكيشوف بأنه هو مقصر مفرط، ما تيشوفش في هذه النعم هذه وما تيتذكرهاش وتنساها، فبالتالي لا يشكرها. واحد من العارفين بالله سيدنا يحيى بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى تيقول: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. بمعنى أنه حتى في حال الطاعة يستحي من الله، يرى بأنه مقصر، مهما دار راه مقصر في جنب الله تعالى. ولو سجد حياته كلها، حياته كلها دار سجدة واحدة، غيشوف بأنه مقصر في طاعة مولاه. فاللي عنده هذه القضية هذه ديال الحياء، النتيجة شنو هي؟ استحي الله منه وهو مذنب. معنى أن الله تعالى لا يعذبه، بأن الله تعالى يرحمه في حال الذنب. لماذا؟ لأنه سبحانه وجل في علاه خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. فإذا أخي الكريم أختي الكريمة، هذا الموضوع ديال الحياء بصراحة كنشوف بأنه موضوع مهم ويجب أن نتحدث فيه كثيرا، بل لا يكفي أن نتحدث، بل الواحد يجتهد أنه يعيش هذا الخلق، لأنه في الحقيقة هو فطرة إنسانية. راه الأصل في الإنسان أنه كيستحي، الأصل في الإنسان أن فيه الحياء. ولذلك شوف أي طفل صغير قبل ما يتلوت وقبل ما يتوسخ وقبل ما يحتك ببني جنسه ويتلقى بالناس السوء اللي كيعلموه السوء، كتشوف بأن الحياء فيه سجية وطبيعة. سيد ربي تتكلم لنا على سيدنا آدم وأمنا حواء، كيقول: فلما زاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. يعني ملي كلاو من هذيك الشجرة يعني كشفت العورات ديالهم، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فملي بدت عوراتهما بداو كيقطعوا الأوراق ديال الشجر من الجنة وتغطيو بها السوآت ديالهم. ياك الحياء، الحياء شي حاجة كبيرة، الحياء شي حاجة كبيرة. ولذلك هذاك الإنسان أول مرة غادي يحيد منه الحياء، أول مرة غادي يدير هذيك المعصية، باش كان حس؟ كانت تظن بأن كل شيء كيشوف فيها، كانت تظن بأن كل شيء رد لها البال، وكانت تشعر بمشاعر. واليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا صافي ولا الأمور طبيعية. بحتي هذاك الشاب اللي أول مرة غادي يدير هذيك المعصية راه كان تيمشي تخبى ورد البال، وعندك يشوفني شي واحد وكيحس بأنه راه مراقب وكذا، ثم من بعد تطبع ولا كيتلقى مع رفاق السوء وكذا صافي، ومن بعد ولا كيديرها علانية. الحياة فطرة إنسانية، كيفاش نرجعو للأصل ديالنا؟ فاصل ثم اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت عينه من جمالك وقلبه من جلالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي الكريم أختي الكريمة، نتحدث اليوم عن موضوع الحياء، وقلنا بأنه موضوع نحن في مسيس الحاجة إليه. كاين واحد القضية اللي كنتكلموا على الحياء، يتبادر إلى الذهن بأنه الحياء هو واحد الصفة خصها تكون عند المرأة فقط، خصها تكون المرأة هي اللي خصها يكون فيها الحياء فقط. نعم المرأة مزيان يكون فيها الحياء وخص يكون فيها الحياء، وهو طبيعة وشيمة في النساء في الغالب، ولكن راه ماشي بوحدة، حتى الرجل خص يكون فيه الحياء. لأن الحياء هو أن هذاك الإنسان عنده واحد القوة داخلية تمنعه من المعاصي، هذا هو المعنى ديال الحياء. أنه بالنسبة لي المعصية واحد الحاجة يعني القلب دياله كيمنعه من ارتكاب المعصية، فهذاك الإنسان اللي فيه الحياء فهو إنسان قوي، ما تيقدرش الشيطان يضحك عليه بسرعة، النفس دياله ما تتغلبوش بسرعة، لأن الحياء قوي عنده في قلبه لدرجة أنه يمنعه من أنه يمشي يدير هذيك المعصية. لأن الحياء يدل على الصدق، يدل على الصدق، يدل على أن مولاه راه صادق. لأنه المعصية هي عبارة عن خيانة، أنك كتخل الأمانة العظمى اللي أعطاك الله تبارك وتعالى. فالحياء هو اللي كيمنع الإنسان، فهذاك الإنسان اللي فيه الحياء فهو إنسان قوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بمعنى الحياء هو كل شيء. هنا ما نفهموش بأن سيدنا محمد كيعطينا الضوء الأخضر زعما ما كانش فيك الحياء غير دي اللي بغيتي، لا، بمعنى هنا صفر الإنسان لو وصل لهذه المرحلة بمعنى أنه قفرها، راه غادي في طريق الشقاء، راه غادي كيفرش الطريق، نسأل الله السلام والعافية لغضب الله تعالى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ماشي رخصة، ماشي ضوء أخضر، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، ولكن موراها شنو كاين؟
إنه بما تعملون بصير. رمى غيفل التا واحد ياك. الحياء أخي الكريم أختي الكريمة، بعض الناس يعتقد بأن الحياء هو هذاك الإنسان اللي فيه الحياء هو إنسان سلبي وإنسان بالدرجة حنا تيقولوا معقد، زعما داك اللي فيه الحياء أو هذيك اللي فيها الحياء راه معقدة أو راه معقد مريض نفسي ما عندوش شجاعة. والعكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح، أقوى الناس وهو المستحي، لأنه لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى في الله لومة لائم. لا هاد الحاجة حرام ما غنديش نديرها، هاد البلاصة اللي بغيتو تمشيو ليها أنا ما نقدرش نمشي معاكم ليها، هاد المعصية اللي بغيتو ديرو واخا ديروها كاملين أنا ما نديرهاش معاكم. أخي الكريم أختي الكريمة، كاين واحد الحديث عجيب جدا، أثر قدسي، فيه فحال هكذا: أيها الشاب التائب أنت عندي خير من بعض ملائكتي. شتي هذيك المرحلة ديال الشباب، وأنا في الحقيقة بودي ورجائي والله اللي عالم شنو في القلب، كنتمنى يكونوا الشباب كيسمعوا الآن. راه الشاب في ديك المرحلة ديال الشباب اللي كيتجمع فيها قوة وكيتجمع فيها الوقت والظروف كلها كتكون مواتية للشاب. هذه المرحلة هذه هي أخطر مرحلة في عمر الإنسان، هي مرحلة الشباب. الإنسان كيكون هنا في تحدي، يا إما غيمشي في طريق الغواية، يا إما غيمشي في طريق الهداية، يا إما يمشي مع رفقاء السوء، يا إما يقلب لي على شي رفقة صالحة. هاد المرحلة ديال الشباب من أخطر المراحل اللي ممكن يدوز الإنسان في حياته، من 15 عام حتى 30 سنة. هاد المرحلة إذا سلمت راه الحياة ديال الإنسان غدوز بسلام إن شاء الله من بعد. إذا كانت هاد المرحلة هذه كانت فيها يعني مشاكل وكانت فيها معاصي وكانت فيها كذا، فالإنسان يخاف على رأسه. مرحلة خطيرة جدا، لدرجة أن الله تبارك وتعالى من اللي غادي حاسبنا يوم القيامة غادي حاسبنا على العمر وغيسولنا عليه، وغادي يسولنا بالخصوص بالخصوص على مرحلة الشباب. ولذلك لو الشاب أو الشابة كانت فيها هاد الصفة ديال الحياء وتمسكت بالحياء ديالها وتمسك بالحياء دياله ودوز هاد المرحلة بسلام وعبر هاد القنطرة بسلام، فيقينا راه ربي سبحانه وتعالى ما غاديش ينساها ليه. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، راه بشرنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لنا في الحديث الصحيح أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله في مرحلة الشباب، كانت الظروف مواتية وجاته فرص وفرص وفرص وفرص، ولكن قال إني أخاف الله، إني أخاف الله، إنه ربي يمكنش نعصيه، إنه ربي يمكنش ندير هاد الشيء، هو اللي عطيني الصحة، هو اللي عطيني المال، هو اللي عطيني الوقت، هو اللي عطيني العقل، هو اللي عطيني هاد الشيء كله، هاد الشيء نعصيه هو؟ لا يا ربي. وتدعي الله تعالى وتقول يا ربي احفظني، وكتفيق وكتبكي وكتقول يا ربي نجيني من المصائب، يا ربي نجيني من المعاصي. وفي الحديث هذا حديث عجيب جدا، كيقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم من الأيام كانوا مع الشباب في شي مجمع ديال الشباب، وكانوا كينشطوا وكيضحكوا وفرحانين وكذا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا شباب قريش، يا شباب قريش، من سلم له شبابه دخل الجنة. دوزوا هذه الفترة ديال الشباب، دوزوها بسلام، دوزها بسلام، تخلق فيها بخلق الحياء، تخلق فيها بخلق الحياء، لأن الحياء كيخلي الإنسان أنه تيحشم ميمكنش لما نديرهاش. تخيل أن الإنسان الأصل فيه أنه يستحي من والديه، من الناس الكبار، من الناس اللي كيحترم، فمن باب أولى أنه يستحي من الله جل في علاه، لأنه ميمكنش تخبى، ميمكنش تمشي لشي بلاصة ما يشوفكش فيها. ياك. فاصل ثم نواصل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا سادة يا كرام، دائما في هذا السفر الروحي المبارك عبر هذا الأثير المعطر بأريج الذكر الحكيم. لازلنا معكم من خلال نافذة برنامج إن في الجمعة ساعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الأكارم الذين التحقوا بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأريج الذكر الحكيم. نتحدث اليوم عن الحياء. بعض الناس قد يخلط بين الحياء والخجل،
حقيقة أنه شتان ما بين الخجل والحياء. فالحياء كيف قلنا قبيلة بأنه قوة، الخجل ضعف. ولذلك حتى في اللون ديال الوجه سبحان الله العظيم أن الإنسان، وهذه ذكرها العلماء، أن الإنسان في الحياء يتغير لون الوجه، وفي الخجل يتغير أيضا لون الوجه. فاللون ديال الوجه في حال الحياء كيكون لون وردي يميل إلى الإحمرار، تحمر الوجنتان، ياك يعني الوجه الخدين يعني كيحمروا، هذا حياء. أما الخجل اللي قلنا بأنه ضعف فمولاه وجهه ما تيكونش حمر بل يصاب بالإصفرار، بحال واحد النوع من الشحوبة، كيولي الوجه ديالو شاحب. هذا الخجل لأنه ضعف، أن الإنسان كيحس براسه ما عندوش ثقة بالنفس في واحد الموقف من المواقف، لاحظتي؟ فيشعر بهذا الشعور، هذا ديال الخجل. فإذا الخجل هو شعور بالضعف، شعور بالنقص، كيشوف الإنسان نفسه بأنه أضعف من الآخرين، ما قدرش على المواجهة. ولكن الحياء حاجة أخرى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان فيه الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالحياء نابع من القوة، أنني هذه الحاجة ما نديرهاش، هذه حرام، هذه ما تترضيش الله تعالى. الإنسان اللي فيه الحياء يستحي أنه يكذب، لأنه ما يقبلش، ما يقبلش. الخجول لا، الخجول واحد الحاجة قدام الناس يقدر ما يديرهاش من باب الخجل، ولكن ملي يكون بوحده يديرها، ياك. والخجل ليس من الإسلام، المسلم ما كيكونش خجول، المسلم كيكون فيه الحياء. بعض الناس أخي الكريم أختي الكريمة، ونحن نتحدث عن الحياء وعن الخجل، يعني كيقول بأن هذاك الإنسان ملي كيكون فيه الحياء راه ما غاديش يطفروا، هكذا بهذه اللغة، هكذا بالدارجة، يعني لن يصل إلى قصده ولن يحقق مآربه. كيقولوا بأن الوقت بدلات والوقت خصك تكون كذا، والله إلا ما كنتي كذا ما كنتي توصل. لاحظتي كاين واحد الكلام كيتقال في المجتمع. فالحياء لا يمنع صاحبه من أن يطالب بحقوقه وأن يدافع عن نفسه. فمنحنا الحياء أنه إنسان كتكون فيه واحد الرقة، كيكون فيه أدب، ما يبغيش يعصي الله تعالى، ما يبغيش يدير شي حاجة منافية للحياء، ياك. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في مرة من المرات يعني دار شي خطبة من الخطب، وتكلم على مسألة ديال المهور، الصداق، أن الصداق خالي، والناس بدأت كتباها بالصداق، الناس ولات كتعطي، يعني بحال قلتي طلعوا السقف ديال المهر، معناه انه بحال قلتي واحد الحاجه في المجتمع ظاهره كانت غتبان في المجتمع ديال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، المغالاه في المهور. فلانه شحال عطاوها في الصداقه؟ عطاوها 100. الاخر تيقول لك لا انا بنتي خصهم يعطوها 200، انا بنتي احسن من فلانه. فسيدنا عمر دار درس ودار خطبه وقال لهم غادي نحددوا الصداق، غنديروا له واحد السقف حتى واحد ما يتجاوز هذاك السقف. فناضت وحده من الحاضرات قالت له يا امير المؤمنين الله يعطينا وانت تحرمنا، شوف مرأة مسلمة مؤمنة، ما كاينش هنا تقول حياء ولا لا، هنا القضية فيها الحق، تطالب بحقها. قال لها وكيف ذلك؟ قالت له الله تعالى كيقول وآتيتم إحداهن قنطارا، سيد ربي قال لك وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فسيدنا عمر في هذيك اللحظة قال أصابت المرأة وأخطأ عمر، شكون يقدر يديرها؟ شوف القوة ديال شخصيته، عادي جدا، أخطأت، أنا بشر، كل بني آدم أخطأ، امرأة بسيطة من عامة الناس أصابت وأنا أخطأت. فقال لي مصافي نساو هذا الموضوع، هذا اللي بغى يطلب شي حاجة يطلبها، لاحظتي؟ فإذا هذا الموقف ديال سيدنا عمر، شوف المرأة ما منعهاش الحياء من أنها توقف وتهضر وتطالب بالحق ديالها وتدافع على النساء. وشوف الحياء ديال سيدنا عمر أنه يعني لم يمنعه الحياء من أنه يقول نعم أنا فعلا أخطأت، أنا فعلا أخطأت. وهذا كان شأن عدد كبير ديال العلماء، خصوصا الصلحاء منهم والعلماء العاملين، يعني لا يمنعه الحياء من أنه شي مرات راه كيعطي فتوى، تيعطي رأي وتيجتهد في شي قضية، ومن بعد يتبين له أنه قد أخطأ، فكيقول لما سيادنا راني كنت قلت لكم كذا وكذا وأنا أتراجع. ووقعت واحد العدد كبير ديال العلماء، علماء ربانيين، كتلقى مثلا في فترة الشباب ألف مثلا، كانت عنده أفكار وكانت عنده مبادئ، وواحد الكتاب نضج وشرب عقله كما نقول، وتراجع على ذاك الشيء وكتب، وتيقول لهم أنا بريء من ذاك الشيء اللي كتبته لي سنوات، ويتبرأ أو يتبرأ من شي فتاوى كان دارها وكانت فتاوى في غير محلها. وهذه وقعت السلطان العلماء، ياك، العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا العز بن عبد السلام شي مرة جا عنده شي واحد استفتاه وعطاه فتوى،
ومن بعد ملي دورها في راسه رحمه الله تعالى وبقى يفكر ويتأمل فيها، بل بأنه أخطأ في هذاك في الفتوى، أخطأ في هذاك الاجتهاد، كان ممكن يسكت وصافي ومرضنا ما عنده بس. ولكن شنو دار؟ استأجر مناديا، شاف البراح وخلص وعطاه الفلوس. والبراح في هذاك الوقت راه بحال قلتي اليوم يعني كدير الإشهار، بحال قلتي اليوم كتمشي لمواقع التواصل الاجتماعي وتدفع بعض الأموال باش يديروا لك الإشهار لهذيك الصفحة ولا لهذاك المنتوج ولا لهذاك. فالعز بن عبد السلام استأجر مناديا من أجل أن ينادي في البلاد ويقول بأنه راه من استفتى العزة في كذا وكذا فلا يأخذ بتلك الفتوى. اللي جا عندي نار ما عرفتوش فين كاين، فصيفط البراح وتيقول لي غوت في الأسواق في المجامع ديال الناس أنه اللي كان فيكم مشى عند العز بن عبد السلام وخدم عنده واحد الفتوى راه العز بن عبد السلام يتراجع عن تلك الفتوى. لاحظتي أخي الكريم أختي الكريمة كيفاش كانوا العلماء يعني واحد كتشوف أن الحياة شي حاجة كبيرة. الحياة راه لا يمنع الإنسان من أنه يعترف بالخطأ ديالو، الحياة لا يمنع الإنسان من أنه يتعلم. ياك كانوا الصحابيات كيجيو عند سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيستفتيوه في مسائل متعلقة بالطهارة وبالوضوء وبدم الحيض وكذا، فكان يجيبهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ياك يسألونه في مسائل متعلقة بالطهارة ومسائل نسائية فكان يجيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحاديث في الباب كثيرة جدا رواها نساء، نساء تتروي كتقول ذهبت إلى رسول الله سألت رسول الله كذا وكذا وكتقول شنو سولته. لاحظتي بمعنى أن الحياء بعض الناس كيقول لها حياء في الدين، لا هذه كلمة خاطئة، هذا كلام مصحيحش، بل الدين كله حياء. الصحيح أن يقال لا حياء في طلب العلم مثلا ولا في العلم في السؤال. ياك فاصل ثم نواصل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي الكريم أختي الكريمة، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع موضوع الحياء، إحنا سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعرف الخلق بالله. هذا النبي المعظم المكرم المشرف صلى الله عليه وآله وسلم كيتكلم لنا على الله تعالى وكيقول لنا بأن الله حي كريم، إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فمي كنتكلم على الحياء، مي كتمشي مثلا المصحف الكريم وكتقرأ في القرآن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. شوف هاد الآية هذه كتحدث على الجماع، وأنت تقرأها ما كتحتاج أنك تقرأها بوحدك، ممكن تقرأها مع أولادك، ممكن تقرأها مع في المسجد، ممكن تقرأها ولا تشعر معها يعني بنوع من الخجل. شوف كيفاش الله تعالى استعمل هاد الكلمة ديال فلما تغشاها، ودار هنا الكناية، كناية عن الجماع. كتقرأ سورة يوسف وكتشوف كيفاش أن الله تبارك وتعالى تيروي تفاصيل ديال تحرش ديال السيدة زليخة بسيدنا يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكتشوف كيفاش أنه وأنت تقرأ تلك الصورة لا تشعر بأن الحياء يخدش أبدا. لاحظتي الحياء، الحياء شي حاجة كبيرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش أنه من فرط حيائه ما كيواجهش الإنسان خصوصا هذاك المخطئ، كان يستحي وتيقول ما بال أقوام وما تيقولش فلان، وربما تيكون في المسجد هذاك الشخص ملف على جالس على اليمين وسيدنا محمد كيشوف على اليسار وكيقول ما بال أقوام باش لكي لا يشعر ذلك الشخص بالحرج. شوف واحد في حال سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان كان النبي عليه الصلاة والسلام كان كيقول إن عثمان رجل حي تستحي منه الملائكة من شدة حياء سيدنا عثمان. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحي من سيدنا عثمان، يستحي من سيدنا عثمان. شوف في الواقعة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة زواجه بالسيدة زينب بنت جحش، وجاو عنده الضيوف وجلسوا
وبقاو كيتسناو الماكله طيب وفرحانين وناشطين وجالسين في منزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذه ليله العرس وسيدنا محمد جالس معاهم وطولوا وعجباتهم الجلسه. فهو ما قدرش صلى الله عليه وسلم من فرط حيائه وشده حيائه انه يقول لهم سيدنا راه الوقت متاخر من الليل، اللي عنده شي دار يمشي ليها. كلاو وبقاو جالسين مقصرين. فملي شافهم جالسين 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 ما بغاوش يخرجوا، فبغى يلمح لهم بانه صافي الله يجعل البركه، فقال لهم انا غادي نمشي نطمئن على الزوجات ديالي، فخرج وتركهم في البيت. ومشى شاف لعائشه وشاف لحفصه وكذا كيدور على الزوجات، تيرجع تلقاهم مازال جالسين. فمن شده حيائه ما قالش لهم خرجوا. فنزل القران الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء، فهذا خلق إسلامي رفيع وعظيم وجميل. صلى الله تعالى أن يخلقنا به وأن يجعلنا ممن يتصفون بالحياء، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي من الله حق الحياء. قال الصحابة: إنا لنستحي يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا ويرحمنا ويشملنا بعفوه وعنايته ورعايته. آمين. شكرا هند كنينير في الإخراج وتنسيق الفقرات. كان معكم عبد المجيد أمزال. لا تنسونا من صالح الدعوة، والسلام عليكم والرحمة والبركة. إن في الجمعة ساعة، فسحة أثيرية لتجديد الطاقة الروحية. إن في الجمعة ساعة مع عبد المجيد أمزار.